شايف حضرتك ان احنا يعني برضو ساعات الناس بتفكر عندها احلام وطموحات المفاجات في فروقات المستويات وارده ولا صعب في كره اليد مش زي كره القدم في كره اليد المفاجات بتبقى حاجه صعبه شوي م. يعني المفاجات تحدث لما يكون الفرق قريبه من بعض م. وتبقى الترشيحات اكتر لفريق يعني ما ينفعش فريق من الدرجه الثالثه يجي يوصل يكسب مثلا فريق من المستوى الاول حاجه بتحصل يعني نادرا ما, ما تحصل لازم يكون اليوم يومك يعني لا 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 لعبه كره اليد لعبه مستويات يعني م. تستطيع ان انت تتنبا بالمباراه بالذات في المستويات اللي هي بعيده قوي عن بعض تقدر تتنبا بيها بسهوله يعني الا اذا بقى حاله كل مليون حاله بتحصل فيها مفاجاه وبيبقى ليها اسبابها يعني كل بطوله دايما بيقولوا ان هي مولد نجم البطوله دي مولد مين آه بالتاكيد حارس المرمى عصام الطيار طيار. بالتاكيد اه بالتاكيد كل السوشيال ميديا كاتبه الطيار اه بالتاكيد بس هو ليه علامات زي ما كان كريم هنداوي ليه علامات ان هو هيتالق وهو دلوقتي الحارس الثقيل يعني دايما دايما عشان حارس صغير يتالق بالذات في الدرجه الاولى شباب مختلفه شويه فرق الشباب والناشئين مختلفه شويه لان المرحله السنيه كلها بتتساوى في الخبرات انما في الدرجه الاولى عشان حارس صغير يتالق لازم يبقى جنبه حارس كبير حاسس ان في سند كبير معاه فوجود كريم هنداوي ساعد كتير جدا جدا على تالق عصام الطيار لانه هو حاسس ان هو نازل صحيح هو شايل مسؤوليه وكل حاجه انما حاسس ان في حد كبير قاعد بره او في حد تقيل بره يقدر يسنده يعني فده اللي حصل لكن هو عصام الطيار بدون شك هو مفاجاه البطوله مش بالنسبه لنا بالنسبه حتى للفرق الاخرى